السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة الأستاذ هشام أبو المعاطي مدير مركز النيل للإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات. سعادة اللواء أركان حرب فؤاد فيود مستشار مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة. سعادة اللواء سامي الخولي أحد رجالات وأبطال حرب أكتوبر. معالي البروفيسور أستاذ دكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جامعية مصر الجديدة وأستاذ القانون الدولي. سعادة الدكتورة نبوية عبد الصمد الباحث بوزارة المالية مستشار تنمية المهارات البشرية. سعادة اللواء حاتم بشات وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق. سعادة اللواء صالح إبراهيم سلامة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية. سعادة القس بولا فؤاد تحياتي لحضرتك. الأستاذة عبير حلمي رئيس مهرجان هارموني. السادة كوكبة الحضور الكرام والنخبة مرحبا وسهلا بحضراتكم. إنه برعاية كريمة من مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات وبالتنسيق والتعاون مع جمعية مصر الجديدة، نحن اليوم في هذه الندوة الكريمة بعنوان 30 يونيو بناء وطن وتصحيح مسار. نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو لعام 2013، تلك الثورة المجيدة والتي سطرت خلالها جماهير أمتنا بإرادتها الأبية ملحمة وطنية خالدة للحفاظ على هوية وهوية هذا الوطن العظيم. فلقد برهنت الأمة المصرية بعزيمتها القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها أي عائق. السيدات والسادة، تابع العالم أجمع باندهاش وإعجاب شديدين انطلاق شرارة الثورة المباركة والتي قضت على كل محاولات أعداء الداخل والخارج المستميتة لطمس الهوية الوطنية. ظن هؤلاء ومن يقف وراءهم أن مصر دانت لهم دون غيرهم من أبناء الوطن، وأن أهدافهم التي يسعون إليها أصبحت قريبة المنال. فخرجت جموع المصريين معلنة رفضها القاطع لكل محاولات اختطاف الوطن الذي تولى أمره من لا يدرك قيمة عظمة هذا الوطن. وفي خضم هذه الأحداث كانت القوات المسلحة المصرية تتابع وتراقب عن كثب وقرب شديدين مطالب جماهير هذا الشعب العظيم، حيث انحازت دون أدنى تردد إلى الإرادة الوطنية الحرة استنادا إلى ثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة، وباعتبارها ملاذ الشعب الآمن وسنده الأمين بعد الله عز وجل. وعلى الفور اتخذت قرارها التاريخي بمشاركة مختلف القوى والتيارات السياسية بوضع خارطة مستقبل الدولة المصرية تسير على خطاه للعبور من الفوضى والعبث إلى بر الأمان. اسمحوا لي أن نستهل هذه الندوة بمشاركة هذا العلم الوطني المحترم، معالي البروفيسور أستاذ دكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة وأستاذ القانون الدولي، فليتفضل مشكورا. حضراتكم على حسن. شكرا جزيلا معالي البروفيسور دكتور أستاذ دكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة وأستاذ القانون الدولي. اسمحوا لي السيدات والسادة، إننا وكما علمتنا القيادة المصرية ننظر إلى واقعنا الراهن باعتباره حلقة جديدة من سلسلة حلقات تاريخنا المتصل. نرصد معا قيادة وحكومة وشعبا الظواهر المتغيرة والتحديات المتجددة
نحاول جاهدين أن نبني وننمي لنغير الواقع الحالي على نحو نرضاه جميعا ونفتخر به، واضعين نصب أعيننا أن تكون مصر عامرة لغيرها، معمورة برجالها، معمرة بين أجيالها، قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها والأجيال القادمة، مع إدراك متغيرات العصر المتسارعة وشواغله الجديدة. أنتقل مع حضراتكم إلى متحدثنا الثاني في هذه الندوة، وهو فخر القوات المسلحة المصرية، وهو يتعامل مع أخطر ما يمكن أن يتعامل معه، وهو الفكر والعقل والمنطق والمنهج والمنهجية والأسلوب والطريقة، لأنه لا يمكن أن تحارب فكر إلا بفكر، لا يمكن أن تضحد فكر لمجرد أنك لا يعجبك هذا الفكر. فكان لزاما على الأمة المصرية ممثلة في قواتها المسلحة، ممثلة في إدارة الشؤون المعنوية التي أخرجت وأفرزت لنا أفذاذ في علوم التعامل مع الفكر المتطرف وكيف تبيان وبيان الحجة القوية. اسمحوا لي أرحب بالعلم معالي اللواء أركان حرب فؤاد فيود، مستشار مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة. كل التحية والتقدير لمعالي اللواء أركان حرب فؤاد فيود على هذه الكلمات المهمة الملهمة. نعرف أن في جعبته الكثير، لكنه ابن القوات المسلحة، فالانضباط يأتي قبل المعلومة. تحياتي وتقديري لسيادته. السادة والسيدات الكرام، أدرك مبكرا عقلاء هذا الوطن وحماته ونخبته الصادقة، ومنذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو المجيدة، أن الأمة المصرية ستخوض مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح وحرمة الدماء. ومن هنا كان خطر الإرهاب على رأس ما نواجهه من تحديات على مدار السنوات الثمانية الماضية. السيدات والسادة، لقد أثبت الشعب البطل أصالة معدنه وصلابة عقيدته بوقوفه كالبنيان المرصوص خلف رجال قواته المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأوفياء الذين سطروا ملاحم البطولة والفداء، حيث استطاعوا خلال الأعوام الماضية أن يقضوا على البنية التحتية لكافة العناصر الإجرامية. الآن اسمحوا لي أن أقدم امرأة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عرفتها وأعرفها ويتجدد وتتجدد معرفتي بها أنها حاملة لواء الحرب، لكنه حرب من نوع آخر. هي حاملة لواء محاربات السرطان، وهي كذلك أم بامتياز قدمت للمجتمع 3 من الأبناء على أروع ما يكون. هي من النوادر الذين يتحدثون عن حالات عملية وممارسات واقعية تطبيقية لا تتحدث عن نظريات أو معلومة كانت في الهواء. إنها معالي الدكتور نبوية عبد الصمد، وهي الباحث بوزارة المالية، مستشار تنمية المهارات البشرية، فلتتفضل. مشكوراً.